I now give the floor to International Service for Human Rights by video. تهاني عباس من السودان هربت من التوسع المروع للحرب من الخرطوم إلى ولاية الجزيرة فقدت كل ما أملك تعرضت للتهديد والترهيب سافرت لمدة 5 أيام للوصول إلى أغرب مكان آمن يواجه السودان الآن أكبر أزمة نزوح في العالم حيث أن نصف سكانه على حافة المجاعة أدى النزاع إلى خلق أزمة إنسانية وحقوقية من جرائم حرب وإغلاق القضاء المدني وهجوم على حرية التعبير والعنف الجنسي إلى انقطاع الاتصالات والتهديدات ضد المدافعات تسبب الهجوم على ود مدني في خسارات كبيرة لموارد المدافعات عن حقوق الإنسان ونزوعهن وكثير منهن ما زلنا تحت الحصار ضد باستهداف المجتمع المدني وتجريمه وفقدان موارده قتلت قوات الدعم السريع والميليشيات القبلية التابعة لها أكثر من 60 مدنيا في جبال النوبة ونزوح أكثر من 10,000 ودمرت 5 غرف شنت السلطات السودانية حملة تسليح للمدنيين في مختلف ولايات السودان أدى إلى تهديدات غير مسبوقة للنساء والسلام والأمن وأصلت قوات الدعم السريع اعتقال المدنيين ونهب الممتلكات وارتكاب جرائم العنف الجنسي نطالب بحماية المدنيين والتزام القانون الدولي الكشف عن مصير المختفين والإفراج عن المحتجزين تعزيز وحماية الطواقم الطبية تقديم الدعم إلى لجنة تقصي الحرائق